يقول السائل: إذا أتيت وهم يصلون صلاة الميت ولم أصلي الفريضة، فهل أصلي على الميت ثم أصلي الفرض؟ نعم، إذا جيت ويصلى على جنازة صل معهم على الجنازة ثم تصلي الفريضة، لأن الفريضة ما تفوت، الفريضة لا تفوت، وصلاة الجنازة تفوت، صل معهم بعد ذلك صل الفريضة. نعم. يقول السائل: ما هي السنة في قص الشارب؟ السنة لقص الشارب إحفاؤه بحيث لا يترك يطول، يقصه ويجزه ولا يتركه يطول، ويتعاهده في كل أسبوع، في كل أسبوع يتعاهده ويقصه ويجزه ولا يتركه يطول ويتشوه. نعم.